حول هذه التطورات وغيرها ينضم إلينا من أربيل دكتور علاء النشوع الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك معنا في هذه الساعة دكتور علاء. أبدأ معك يعني قبل أن نخوض في تفاصيل يعني الملاحة وتهديداتها في البحر الأحمر، خبر عاجل قبل قليل عن فصائل عراقية تعلن هجماتها بطائرات مسيرة على قاعدة القرية الخضراء التابعة للتحالف الدولي في سوريا. لو لدى حضرتك معلومات أوفى، وما هي القدرات العسكرية وأيضا أفاق البعد الاستراتيجي لهذه الفصائل العراقية؟ نعم، تحية وتقدير لسيرة الفاضلة ولقناتكم الموقرة. حقيقة الصراعات اليوم تتغير وفق مجريات الاستراتيجيات الخاصة للدول التي هي تعمل اليوم خاصة في منطقة الشرق الأوسط على تغيير الكثير من المفاهيم العسكرية والمفاهيم الأمنية من خلال يعني وجود الصراعات غير المباشرة الآن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. هذا من جانب، بالإضافة إلى أن هنالك يعني انعكاسات حرب غزة على الواقع الأمني بالنسبة للشرق الأوسط وبالنسبة للمنطقة العربية بشكل خاص. وحقيقة يعني التحديات التي تواجه الموجودة الآن في البحر الأحمر وخاصة التحديات الأمنية واستهداف السفن هو يعني يعتمد بالدرجة الأساس على استراتيجيات نقل المعركة من منطقة الخليج العربي إلى منطقة البحر الأحمر، لأسباب كثيرة، منها أن يعني إيران لا تريد أن تكون بواجهة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج باعتبار أن هذه المنطقة تمثل، لكن الولايات المتحدة يبدو بأنها تريد أن تزج بإيران في هذه الزاوية دكتور علاء، وبالتالي في ظل هذه التطورات ما الذي يمكن أن يتوقع الآن من نشوب ما يعرف بحرب سفن؟ الحقيقة احنا يعني حتى نكون دقيقين في الوصف، يعني هنالك تصريحات للجنرال كيشي قبل سنوات قال ان المنطقة ستكون فيها يعني الحرب المتوقعة هي حرب المسيرات. وحقيقة حرب المسيرات هي يعني مقصودة لإيران باعتبار ان إيران اليوم تمتلك ترسانة كبيرة من هذه الطائرات، بالإضافة إلى ان نفوذها في المنطقة يعني وذيولها موجودة، يعني تمتلك هذه الطائرات وتسند لكل ذيولها هذه الطائرات أكان في العراق أكان في البحرين العفو في اليمن أو أكان في لبنان. يعني اليوم هذه الطائرات المسيرة هي كلها يعني تعمل ضمن تكنولوجيا إيرانية، وهذه التكنولوجيا حقيقة اليوم يعني بدأت يعني تتنامى وتقوى وتصل إلى أبعاد كبيرة جدا وارتفاعات كبيرة جدا، بالإضافة إلى ما تحمله من قنابل ذكية وتقنيات حديثة تؤثر على يعني مجريات العمل العسكري والأمني في المنطقة. فلهذا يعني حقيقة عندما نقول أن الولايات المتحدة قد تحصر إيران في هذه الزاوية باعتبار أن هنالك مؤشرات ودلائل كبيرة جدا على أن من يقوم بهذه العمليات أو يزود كل يعني المتنفذين في المنطقة هي إيران. فإذا يعني إحنا عندنا اليوم يعني أنواع لطائرات متميزة وقادرة على أن يعني تمتلك قدرات عسكرية هائلة، خاصة أنه إيران يعني قبل أيام أفصحت عن أن هنالك يعني صواريخ، مشروع لصواريخ باليستية ومشروع ل يعني طائرات مسيرة من طراز شاهد 10، وهذا شاهد 10 يعني تقريبا يصل مدى إلى 2000 كيلومتر وكذلك بارتفاع 7000 يعني 7 كيلومتر، بالإضافة أنه يحمل قنابل ذكية وذات تكنولوجيا خاصة في استهداف الأهداف التي ممكن أن تؤثر تأثيرا مباشرا على كل العمليات العسكرية. فلهذا يعني الولايات المتحدة هي متأكدة من أن المعلومات المتوفرة أو المعلومات التي يمكن أن تكون لهذه الطائرات المسيرة هي ذات تكنولوجيا إيرانية، وهذا الأمر حقيقة ليس اتهاما بل هو حقيقة، باعتبار أن إيران يعني لها مشاريع قديمة وهذه المشاريع ساعدت حتى الولايات المتحدة وحلف الناتو في إنشاء مثل هذا المشروع والبرنامج التي الآن تستخدمه إيران بصورة مباشرة ضد باستخدام أهدافها العسكرية. وهذا يعني مهم جدا لأنه ليس هنالك حصر للزاوية ولكن هي معلومات دقيقة ومؤكدة من قبل الجانب الأمريكي تجاه الجانب الإيراني. أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كنت معنا من أربيل دكتور علاء النشوع الخبير العسكري والاستراتيجي.